بسم الله الرحمن الرحيم. تنبغي نشكر السي عمر اللي غني عن التعريف، تنبغي نشكر قناة الفجر والسي المهدي. ان شاء الله حتى حنا ان شاء الله تنطبحوا العام الجاي باش نحقوا الصعود لمالا ان شاء الله، حيت عندنا لاعب الحقيقة في المستوى وعندنا عناصر لجميع الفرق انهم تيبغيو دوك العناصر اللي عندنا حنايا. الحمد لله هادشي ما جاش من فراغ، ولكن جاب واحد المردود ديال طيلة الموسم هذا اللي الحقيقة حصدنا واحد النتائج كبيرة، ودرنا لقاءات في المستوى. وتنبغي نشكر السي الرئيس المحيلة فريق ديال الرئيس ديال نادي التحدي اللي دار لي هذا التكريم، وان شاء الله نكون عند مستوى تطلعات الفريق ان شاء الله والجمهور القنيطري وخاصة جمهور التحدي ان شاء الله. رشيد اكيد اليوم كتغادر رقعة الملعب، ولكن اكيد غادي نشوفوك في الجنابات ديالك. كيفاش كان الاحساس ديالك اليوم؟ انت كدير واحد المحطه اللي كتعتزل فيها اللاعب ماشي الممارسه. هي الحقيقه كانت واحد شويه ديال الفرحه، ولكن الحاجه اللي كانت بزاف هي زعما كاين واحد الحزن الحقيقه اللي غتغادر واحد الميدان اللي من 2007 و2008 وانت كتمارس فيه. الحقيقه كانت شويه صعيبه، ولكن الحمد لله كما قلت يا سي عمر نقدروا نمشيو في ميدان ديال التدريب لما لا، ونحققوا ان شاء الله شي نتائج ايجابيه اللي يرضيو عنا الجمهور القنيطري وخاصه كما قلنا الجمهور التحدي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكروا اذاعه الفجر اللي وكبت هذه المباراه وليد، وتنشكروا فريق التحدي على تكريم السي رشيد الدخيسي اللي غني على التعريف في الكره الوطنيه اللي حاز على بطوله الافريقيه في فوتسال وبطوله المغرب مع دينامو. والسي رشيد راه غني على التعريف، تنشكروه بزاف وعاوننا راه عنده لمسه معنا في الفرقه حيت عطانا الخبره ديالو في الميدان، وتنشكروا بزاف. وراه ما يمشيش، راه باقي معنا، راه داخل معنا، راه ولينا اسره، هذه اول حاجه. والحمد لله على كل حال تنشكروا بزاف، وتنتمنى ليه التوفيق في الكارير ديالو في التدريب ان شاء الله، ولما لا نتمنوا الصعود ان شاء الله في العام الجاي. وشكرا شكرا بزاف. رشيد لاعب اللي هو دولي اللي عنده واحد اللقب اللي هو كاس افريقيا مع المنتخب داخل القاعه بجنوب افريقيا. ورشيد ماشي لاعب وصديق ومدرب ثاني في الملعب، تيعاون بزاف. رشيد اللي ما نسخوش به، ماشي ودا الملعب، غيبقى في الملعب ان شاء الله، وغادي يكون معنا في التحدي، لانه هو صعيب تعود لعاب بحال رشيد الدخيسي في هذه الظرفيه هذه. نتمنوا له التوفيق في الحياه ديالو. رشيد اللي عزيز علينا وسام بشكل كبير، لا في الصعود ولا في البقاء ديالنا هنا في كاس الوطن الثاني. كنا بين قوسين نلعبوا على الصعود، ولكن كانت تجربه خاينه شويه ديال اللاعبين. الحمد لله اللي كيحب. نتمنى له التوفيق، وهذا نهار كبير، التكريم ديال رشيد نهار كبير هذا اللي حنا حاضرين فيه اليوم، وحضرت فيه الاسره ديالو للعائله، وتنبلغوا له السلام وعواش مبروكه، وتتمنوا لقناه الفجر طول العمر وتزيد في العطاء ديالها في كره القدم المصغره، لان هي الرائده الاولى في كره القدم المصغره من ناحيه الاعلام. تنتمنوا لها شي التفاته من الجامعه الوطنيه لكره القدم باش تلتفت لقناه الفجر، لانها راه عطات شيء كثير للمنتخب الوطني وبينات اللعابه وبينات مقابلات كبيره. انا قناه الفجر من نهار ديت الميني بوز نعرفها قناه الفجر. تنتمنى لهم التوفيق وعواش مبروكه، شكرا اطار كل شيء، الاداره والسي عمر السي قتيني السي الفلالي تا هو تنبارك العواش المنبر، والتوفيق للجميع وشكرا لكم على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك سعيد مسبقا لجميع الاخوه، جميع الساكنين من القنيطره. شكرا لقناه الفجر الرياضيه على المواكبه ديال كره القدم المصغره. كنشكركم على هذه الزياره، وكنشكركم على التتبع ديال فرق كره القدم المصغره داخل وخارج المغرب.
هذه سنة الحياة، هذه المحطة كل شيء كيدوز منها، إن الإنسان ولا خاص يعرف كيفاش يدبر هذه المرحلة هذه. فعلا السي رشيد الدخيسي اقتنع وأكد بأنه هذه المحطة الأخيرة ديه داخل رقعة الميدان، لأن السيد عطى الكرة القدم المصغرة الكثير، لدرجة أنه وصل للاعب في المنتخب الوطني ولي حائز على البطولة الإفريقية في جنوب إفريقيا، والسيد عطى في هذا الميدان هذا، وكنا التتبع ديالو واحد المحطة الأخيرة ديالو جاب في فريق ديال التحدي اللي احتضناته ورعاته وكمل معاه المشوار. وخلال هذه السنة هذه رغم أنه كلاعب مشى دوز التدريب الأول والتدريب الثاني، لأن المحطة كنا كنوجدوا لها مسبقا، لأن هذه طبيعة الحياة، لأن الإنسان كيوصل لواحد السن لابد ما ينزل من الكار يخلي بلاصه لواحد الشاب آخر، وهو ولكن ما سمحناش فيه لأنه خاصو يرجع ميدان التدريب، والتدريب لأنه غيفيد الشباب ويعطيهم الخبرة ديالو ويعطيهم التجارب ديالو، هذه هي المواكبة والاستمرارية. وكان كنقول لكم الاحترام، وراه ابن واخ وصديق، لانه هو ابن الفريق، لانه هو ضحى مع الفريق، والفريق راه كيرد ليه الجميل ديالو، وراه يبقى مع الفريق ان شاء الله بحول الله.